بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار، خالق الليل والنهار، مقلب القلوب والأبصار، وصلى اللهم على نبينا المختار وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار الأطهار. الحضور الكريم، أول ما نبتدئ به المؤتمر التنظيمي المبارك لعشيرة الارتجاجات تلاوة آيات من ذكر الحكيم يتلو على مسامعنا الحاج أخضير عباس المسامي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشيخ جمال عبد الضاحي رئيس قبيلة المسار الطائية المحترم، السادة شيوخ ووجهاء قبيلة المسار الطائية، السادة الشيوخ ووجهاء عشيرة الارتجاجات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن كلمة ترحيبية للشيخ العام لقبيلة المسار الطائية الشيخ جمال عبد الضاحي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، نرحب بكافة الشيوخ والوجهاء الذين حضروا هذا المؤتمر متمنين له النجاح والتقدم. الحقيقة قبيلة المسار الطائية صابها ما صابها في السنين الغابرة، والآن المسار أصبحوا ركيزة من ركائز القبائل والعشائر، سواء كانت طائية أو زبيدية أو قحطانية أو عدنانية. الشيخ هسه في الوقت الحاضر هو خادم العمامة، يراد يضحي بصحته ويضحي بماله ويضحي بكل ما يملك في سبيل تقدم وخدمة القبيلة أو العشيرة. واليوم مجموعين إن شاء الله الشيوخ ورؤساء أفخاذ ووجهاء عشيرة الزيجات من قبيلة المسار الطائية، نتمنى مقدمة أن تصافى القلوب وتوحد الكلمة وترص الصفوف. العراق هسه في محنة، حقيقة محنة،
وما يقوم به شبابنا في ساحة التحرير والمحافظات المنتفضة الأخرى. الحقيقة ذول الناس ضحّم بأرواحهم وبأموالهم في سبيل بناء العراق على الوجه الأحسن. والآن نوقف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وشهداء التحرير والمحافظات الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. إن المجتمع العراقي يستند في الكثير من سلوكياته إلى قيم العشيرة والقبيلة، وهي صمام الأمانة الذي كان فاعلا في كل الأزمنة وحقب التاريخ التي مرت بها الأمة العربية وبلادها على وجه الخصوص، والتي فرضت وجودها من خلال المجتمع ومن خلال قوانينها التي يتضمنها دستور العراق. إن العشائر قد شكلت قاعدة جماهيرية متماسكة، مما يجعلها رقماً كبيراً في كل المعادلات والمحن التي يمر بها بلدنا العزيز. إذ قبيلة المسارة الطائية وبرئاسة شيخها العام الشيخ جمال عبد الضاحي كان لها دوراً كبيراً في تجاوز كل الأزمات التي عصفت بالعراق، وكان في مقدمة القبائل التي رفضت عمليات القتل والتهجير وتمزيق المجتمع، وهي متصدية لكل المؤامرات التي كانت تحاول النيل من وحدة النسيج الاجتماعي، ولعبت دوراً هاماً ضمن المصالحة الوطنية من أجل ترابط شرائح المجتمع بعقد عشائري معتمد على القيم النبيلة والأصيلة. ومن هذا المنطلق جاء هذا المؤتمر التنظيمي الأول الخاص بعشيرة الزيجات، وهي أحدى عشائر وبطون قبيلة المسارة الطائية. ومن هذا المنطلق جاء هذا المؤتمر التنظيمي الأول الخاص بعشيرة الزيجات، وهي أحدى عشائر وبطون قبيلة المسارة الطائية، للتأكيد على وحدة الصف والترابط بين أبناء العشيرة والقبيلة، وإظهار حجم قوتها الاجتماعية والسياسية أولاً، وبين ترابط القبيلة مع القبائل الأخرى وشرائح المجتمع التي يحكمها القانون والنظم والقيم العشائرية. وبهذا فإن أبناء عشيرة الزيجات تجدد عهدها للحفاظ على تراب بلدنا العزيز والحفاظ على وحدة البلاد وسيادته، وهم يقفون بإجلال وإسناد لكل الدماء الزكية التي سالت من جسد أبنائها وأبناء العراق، للحفظ على مبدئها الأساس وحدة الوطن وسلامة أبنائه. وبهذا فإن مواقفها الأصيلة تأتي منسجمة مع كل المواقف النبيلة، ومنها مساندة التظاهرات السلمية للوصول إلى حياة كريمة للمجتمع ووطن حر، ومساندة الدولة العراقية في كل خطوة تصبو لهذه الأهداف النبيلة التي يستحقها شعب العراق. إن القبائل العربية تتألف من عدة عشائر، وكل عشيرة تقوم على أساس اشتراك أبنائها في الأصل الواحد، ولتجمع أفراد العشيرة تقاليد وأعراف يتمسكون بها ويحترمونها، والرباط الأقوى هي نصرة ذوي القربى وأهل الأرحام من أن ينالهم هلكة، والفرد في العشيرة حريص على هذه الرابطة، وهو عامل من أجلها ويبذل في سبيلها ما يملك حتى دمه.
وأفراد العشيرة متضامنون في المصائب والمسرات، وما يصيب الفرد يتحمله الجميع. والتزمت العرب بهذه الفكرة التضامنية في الخير والشر حتى ظهرت في أمثالهم في الجريرة تشترك العشيرة. ولما كانت الضرورة تحتم علينا أن يكون للعشيرة رئيساً يمثلها، على أن تكون له خبرة وحكمة والسداء في الرأي وبعد النظر والشجاعة والكرم وطلاقة اللسان وعراقة الأصل، بشرط أن تحمل بطاقته للأحوال المدنية لقب المساري. وكل هذه الخصال الحميدة هي التي تؤهله للقيادة. وكل الحضور من رؤساء وأفخاذ عشيرة الزياجات في هذا الجمع المبارك، والذين ينتسبون إلى جدهم عبد الرزاق الملقب الزيت بن حمد بن صعب بن سرور بن عبيد بن الأمير مسار الحريث الطائي، نحرص على مستقبل هذه العشيرة وصيانة حقوقها ووحدتها وتوحدها على الشخص المؤهل لقيادتها، والتفاتها على وجهائها وأخيارها لتكون متعاضدة في صفوفها بعيداً عن أي تفرقة، لأن في الفرقة والتشتت الضعف، كما قال الشاعر: وتأبى الرماح إذا اجتمعت تكسر، وإذا افترقت تكسرت أحادا. ومن الجدير بالذكر أن الشيخ إسماعيل خليل المسير أطال الله في عمره خول الشيخ زاحم مخلف علي المساري لوضعه الصحي حالياً، علماً أن الشيخ إسماعيل كان له دوراً كبيراً في لم الشمل وفض النزاعات والتواصل مع الجميع. فباسمكم نشكر الشيخ إسماعيل المسير على هذه المبادرة الكريمة. ومن هذا المنطلق وجدنا مصلحة عشيرة الزياجات بهدف تثبيت كيانها وحسن تمثيلها، لذا نجدد ونبايع الشيخ زاحم مخلف علي المساري ليكون رئيساً عاماً لعشيرة الزياجات وأفخاذها، وممثلاً لها لدى العشائر، ويستمر باعترافه الرسمي لدى السلطات كونه مسجل لدى وزارة الداخلية بهذه الصفة لأكثر من 15 عاماً. ونأمل منه استمرار دوره كما عهدناه في خدمة العشيرة، وبذل أقصى الجهود لخدمة الوطن والقبيلة وجميع أبناء عشيرة الزياجات. والله الموفق. رؤساء أفخاذ عشيرة الزياجات قبيلة المسار الطائية 7/12/2019. باسمي أهنى عشيرة الزياجات على مؤتمرهم هذا، نتمنى لهم النجاح ونعم الاختيار، ونعم من اختيار إسماعيل إلى أبو مثنى. وإن شاء الله الزيجات تتراصص بعضهم بعض ورؤساء الأفخاذ ويكونون متعاونين، ونشد على ذيهم احنا كل الإقلامات ورئيس القبيلة والعشائر الباقية، ونتمنى لهم النجاح لخدمة القبيلة والوطن. تفضل هولا مبارك شيخنا العزيز أبو مثنى على هذا الموقع الجليل، وإحنا إن شاء الله كنا زلمة وأخوته. أنا عندي اقتراح بسيط جدا على شيوخنا الكبار وشيوخنا العامين، إنه يكون في كل عشيرة هيئة الرأي تجتمع اجتماع شهري أسبوعي مناقشة مشاكل العشيرة أو القبيلة. إحنا علينا أن نلم الشمل ونرص الصفوف، هاي رقم واحد. رقم اثنين، اللي يتقدم هذا الركب وهاي المسيرة يكون عنده طولة بال وعنده نكران ذات، ويصير جسر العمامة، يتحمل. ليش؟ لأن يريد يلم، يريد يجمع، يريد يوحد. احنا مو غايتنا والله هي أبو مثنى الله يعطيه الصحة والسلامة ما حد يحط بجيبه، بالعكس أضافت له مسؤولية كبيرة، ركض وصرف ويعوف شغله وعمله ويركض، بس حتى يجي يلتم ويا هاي العمامة
والله اسم المسار حلو يا رب. بعدين نطلع محافظات ونطلع ويا عشائر ونلتقي بناس ونلتقي باجناب، والله اسم المسار حلو واسم مشرف. هذا الاسم الكل مساري الى الحق والى الشرف ان يفتخر بهذا الاسم، لانه اسم على حكي ابن عمي ابو اثير، ناس كرماء، ناس بسطاء، ناس اهل غيره، وناس يحمون الدخيل، وهاي الصفات ما تجتمع الا في رجل يحمل دين ويحمل نخوة شلون يقول عربية. القضية اللي نوه عنها الشيخ سامي أبو أثير كلمة مهمة، مو لأنه ابن عمي لا والله، ولكن أثار قضية مهمة جدا، قضية التنكر للذات، نكران الذات، قضية مهمة جدا لكل من يسعى للإصلاح وأن يكون قائد الربع والجماعته. والنبي عليه الصلاة والسلام بنا دولة، بنا دولة هو قاعد على الحصيرة، ترى ما زادت من قيمة العبار ولا زادت من قيمة الشماغ ولا العقال ولا زادت من أبدا. أنت إذا ما تخدم ربعك كل هذه الأمور مسائل تنظيمية لا أكثر ولا أقل، قشور طيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار، قال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي وإلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولهذا سادة الكرام شوفوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم إيش قال، إيش قال، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. باسمي وباسم عشيرة الزيجات أشكر شيخي وابن عمي وكبيري إسماعيل الخليل المسير، هاي العائلة قادة الزيجات على مدى السنين السابقة، والآن هو حاضر، وإن شاء الله هاي الأمانة، هاي الأمانة أن راحت مكانها صحيح. وأنا أشكركم جميعا وأشكر كل الحضور وأشكر اللي اتعنوا من الأنبار المحافظات الباقية، وأنا ممنون أيكم وتعبناكم وآسفين جدا وممنون لكم. حضورنا الكريم، في الختام نتمنى أن يكون مسك الختام هو الدعاء لشهداء العراق والشفاء لمرضانا، فشكرا جزيلا لحضوركم، ونسأل الله أن يجعلكم من الصالحين والخيرين وبناء هذه القبيلة. جزاكم الله خيرا للحضور.